وتطلع الجنين بايديها. الدكتورة قالت لها بنتك اللي عندها 16 سنة حامل في 7 شهور وتخنق بنتها تماما، تخنقها وتفتح بطن بنتها الحامل في 7 شهور. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي. اللي ما اعتقدش بأن 6 سنين بنجيب حلقات ووقائع تخص الجريمة ما شفناش بشاعة زي اللي هنشوفها في الجريمة دي، وكل أطرافها حاجة تحزن. الأم اسمها سلوى، 33 سنة، متجوزة وعندها 3 أولاد. الكبيرة بنت عندها 16 سنة اسمها رحيق. رحيق بتتمتع بقدر كبير جدا من الجمال، بنت عندها 16 سنة مراهقة. الأم سلوى كان كل اهتمامها ولادها الثلاثة وجوزها، كانت مسخرة حياتها لخدمة جوزها وولادها الثلاثة، وعلى رأسهم بنتها الكبيرة اللي هي قلنا اسمها رحيق. في يوم من الأيام الأم لاحظت إن بنتها رحيق بتنام كتير، وإن دايما ملهاش نفس للأكل، وإن وشها شاحب وعايزة ترجع ودايما دايخة، ودي أعراض أي ست تبقى فاهمة، أي ست وأي عروسة حتى أول ما تلقى نفسها عايزة ترجع، دايخة، بتنام كتير، مفيش نفس للأكل، مش طايقة ريحة الأكل، بتقول لك ده بيقولها مبروك ده أنت حامل. طبعا الأم بنتها رحيق ده هي طول عمرها بتداري على أولادها وعرف معرفاهم الصح والغلط، وأوعي ومسخرة نفسها لأولادها، تيجي بنتها رحيق تبان عليها الأعراض دي مصيبة. فالأم قعدت مع بنتها: يا بنت مالك؟ اوعى يكون حد ضحك عليك. لا يا ماما، عيب يا ماما. قالت لها: تعالى هنوديك للدكتور. طبعا الأم كانت ذكية ما رضتش تقول لأبوها أي حاجة، خدت بنتها الدكتورة. الدكتورة قالت لها: بنتك اللي عندها 16 سنة حامل في 7 شهور، حامل في 7 شهور. الأم نزلت على رجلين الدكتورة بتقبل قدميها، قالت لها: أبوس على رجليك، عرضنا شرفنا، أبوها هيقتلها، وأنا والعيال هنروح في داهية، سمعتنا وسمعة عيلة، والأب هيسجن، هيموت البنت، أبوس على إيدك، أعمل عملية إجهاض للبنت. قالت لها: لا، لو في الشهور الأولى أول أو تاني كان ممكن، لكن في الشهر السابع في خطورة على بنتك. قالت لها: مش إشكال. قالت لها: في خطورة عليا أنا بقى. راحت الأم لكذا طبيبة كلهم رفضوا، في خطورة على حياة البنت، 7 شهور حامل. الست رجعت البيت، نزل الضرب في الواد، في البنت. مين الواد اللي عمل كده؟ قالت لها: جاري الشاب اللي اسمه عادل وفي قصة حب. الأم هتروح تقول لعادل ايه؟ ما احنا عندنا مثل بيقولك اللي عنده معزة يربطها، يقولك الواد ذنبه البنت، هي اللي سمحت له وهي اللي خلت عمل وهو اللي خلت تسوى، والبنت حامل بناء على رضاها وبتقول لك بحبه. تعمل ايه الام بقى سلوى اللي عندها 33 سنة؟ تخلي جوزها الصبح يروح للشغل، وولادها الاتنين التانيين يروحوا المدارس، وقعدت رحيق في البيت ما رضيش توديها المدرسة وهي لسه في اولى ثانوي، 16-17 سنة. تعمل الام تجيب بنتها وتقعدها
وتقعد تستجوب البنت تعرفيه ازاي، والمهم البنت حكيت لها كل حاجة وازاي ان هو مارس معاها وبقاله كم مرة بيمارس معاها، وبعد كده الام تجيب الحجاب من على راس بنتها وتخنق بنتها تماما، تخنقها لغاية ما موتت بنتها. واحد يقول لي طب هي دي البشاعة يعني؟ طب ما انت بيجيب حاجات زي كده. لا لسه البشاعة. الام تاخد بنتها وتطلعها في الجنينة بتاعة البيت اللي عايشين فيها، وتجيب سكينة وتفتح بطن بنتها الحامل في 7 شهور، وتطلع الجنين بايديها وتقول له انت السبب في ضياعي وضياع بنتي، وراحت رميها في بلاعة الصرف الصحي وجابت مية وكبت في البلاعة. واحد يقول لك ياه، اقول له ده لسه بعد ما رمت الجنين 7 شهور في بلاعة الصرف الصحي وكبت عليه مية، راحت جابت بنزين وولعت في بنتها، يعني خنقت البنت موتتها، فتحت بطنها طلعت احشائها وطلعت الجنين، وبعد كده سكبت عليهم البنزين وولعت فيهم. طب وبعد كده؟ بعد كده خرجت من البيت، راحت عند جارتها بحجة ان هي عايزة تشرب قهوة، وقعدت مع جارتها تحتسي فنجان من القهوة زي ما بتقول في اعترافاتها. بعد كده رجعت البيت، اول ما دخلت قاعده تزعل، الحقوني، البت عملت في نفسها، البت موتت نفسها. جات الشرطه وجه الطب وجه الاسعاف، مين اللي موتت نفسها يا حاج؟ البنت بطنها مفتوح. طب هي فتحت بطنها وبعد كده حرجت نفسها، ولا حرجت نفسها وموتت نفسها وفتحت بطنها؟ الكلام اللي بتقوليه يا حاج انتحار مش مظبوط. لو انتحرت كبت على نفسها جاز او بنزين، طب مين اللي فتح بطنها وطلع احشائها؟ ما هم يعرفوش ان في جنين. طب لو هي فتحت بطنها الاول وموتت نفسها، مين اللي حط البنزين؟ يبقى لازم حد عمل كده. بتضييق الخناق الام انهارت واعترفت وارشت عن الجنين اللي رمته جوه بلاعه الصف الصحي وتم استخراجه، وقالت بنتي كانت على علاقه بشاب جيراننا اسمه عادل، وانا بنتي معلماها الصح من الغلط لكن ضحك عليها، والبنت بعد ما حملت خافت تقول لي لغايه ما الحمل وصل 7 شهور، ولما رحت للدكتوره وقلت الحميني من العار وابوها هيموتها وهيدخل السجن وانا والعيال هنشرب المر من بعض، مفيش دكتوره وافقت، فكنت لازم اتخلص منها، بدل ما ابوها يموتها انا اخلي ابوها يعيش علشان يربي العيال، وانا موتها وانا النصيب. المشكله في المحكمه بقى، والام بتشرح وقائع العمليه البشعه اللي عملتها في حق بنتها واللي في بطنها، جه الشاب عادل وقف وقال انا ابو الجنين وانا اللي كنت بحبها وانا معترف، فما كان من القاضي اللي طرده بره الجلسه، قال له انت السبب في دمار اسره وقتل طفله والتخلص من الجنين، القانون لا يعاقب الشاب، وتم طرده من المحكمه. وحكم القاضي على الام سلوى بالاعدام شنقا باجماع الاراء. الجريمة دي فين؟ الجريمة دي في منطقة اسمها منطقة أبو موسى جنوب غرب العاصمة الجزائرية في الجزائر. الشعب الجزائري شعب تحس انه هو صعب شوية، شديد قوي، سواء كان رجالة او ستات، وتلقى معاملتهم دايما فيها عنف، دي خصال شعب عصبي شوية، وعندهم الشرف والجنس في الغير المشرع بيه او المصرح بيه دي بقى كارثه. شفت الام عملت ايه؟ في كتير هيتعاطف مع الام، اقول لو كانت قتلتها بدافع، لكن استخراج الجنين ورميه في الصرف الصحي وكسب سكب البنزين على البنت، لكن هنقول ايه؟ انت ما فكرتش تجوز البنت؟ ابوها كان هيموتها في جميع الاحوال. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.